طيب الآن بدي أشرح الستيبل أنجينا. طبعا كرياتينين كليرنس طلعت 59.3 مل بير مينيت. طبعا أول شيء لاحظته إنه البيشنت كان عنده الكارفيديولول بياخده، أكيد لاحظتوا إنه البيشنت عنده سي أو بي دي، فعشان هيك أول شيء لازم نعمل سويتش للكارفيديولول لأنه أنسيف بالسي أو بي دي. الأفضل إني أغيره للميتوبرولول مثلا ساكسينات اللي هي دوز يوجوالي للستيبل أنجينا 100 ملي جرام وانس ديلي. طبعا أرجع شوي باك على الكيس، يمكن ما حكيت السمري تاعها. anyway البيشنت بيحكي بس إنه هو صار في عنده زيادة لاستخدام النيتروغليسرين، اوكي هو ماشي على انتي انجينالز، ماشي على انتي انجينالز اللي هو اللي ماشي عليهم اللي هو اللونج اكتين نايتريت اللي هو الايزوزوربايد مونونايتريت، وماشي على كالسيوم شانل بلوكر اللي هو الدلتيازم، وماشي على بيتا بلوكر اللي هو الكارفيديولول، لكن مع هدول كلهم البيشنت عم بيستخدم النيتروغليسرين السبلينجوال اللي هو الريسكيو، اوكي كثير هلا ما لازم احنا نستخدمه كثير. يعني اذا البيشنت صار يحكي لك انه عم بستخدمه كثير معناته هو عنده مشكله بالكنترول، هو uncontrolled angina، فبدنا نشتغل مش على النيتروغليسرين. النيتروغليسرين زي كانه واحد عنده تخيلوا مايجرين بتتكرر كثير بياخذ لها اسيتامينوفين. هلا مش مهم انه انا يعني خليني احكي يعني ما بشتغل على الاسيتامينوفين، انا بصير اشتغل على المايجرين نفسها كيف انا امنع انها تيجي عن طريق البروفيلاكسس. نفس المبدا هون النيتروغليسرين لانه ريسكيو ما حلعب فيه، حلعب على ايه؟ على المينتيننس ثيرابي. هلا نرجع عند البيشنت ايش ماشي على المينتيننس، طبعا هي الفكره بس انها تغيير دوزز. فالكارفيديولول 6 وربع. هلا اذا بدي انا اشوف الكارفيديولول الدوز اللي يوجوالي اللي تستخدم اللي هي عباره عن 25 ل 50 ملي جرام، بس البيشنت كم عم بستخدمها؟ عم بستخدمها باقل من هذا الحكي، قاعد بستخدمها البيشنت 6 وربع ملي جرام، ماشي الحال؟ ف 6 وربع ملي جرام توايس ديلي هاي سب ثيرابيوتيك دوز، ماشي؟ هلا كونه البيشنت هو uncontrolled angina حأفكر أرفع الكارفيديولول للنورمال دوز أو اليوجوال دوز اللي هي أتليست بتكون كم؟ 25 ملي جرام، صح؟ بس وين أو بتكون يوجوالي 25 ملي جرام، بس وين المشكلة؟ ما رح أقدر أرفع الكارفيديولول دوز لأنه البيشنت سي أو بي دي، فأنا ححوله على الميتوبرولول ساكسينات 100 ملي جرام وانس ديلي اللي هي اليوجوال دوز للميتوبرولول. هلا هاي الحركة أنا بتوقع إنها تعمل لي كنترول للانجينا، اوكي؟ طبعا هذا رح اشرحه في السلايد الجاي، خليني اشوف الاذرز. في عندنا سيليكوكس بانسيف انجينا بالانجينا بزيد الريسك للانجينا، فكمان تغيير السيليكوكس للاسيتامينوفين رح برضه يقلل من الانجينا اوكيرنس. هلا الاسبرين ما في داعي انها تضل 325، ما في انديكيشن انها تضل 325، يمكن البيشنت لانه كان عنده ام اي باست مشي على 325 بس ما لها انديكيشن تضل على طول، يعني لا هو مركب ستنت من شهر او من يعني مذكرين بالاكيوت كورونير سيندروم حكينا متى البيشنت بمشي على الهاي دوز 325، ف should be reduced to اللي هي اللو دوز اللي هي من 75 ل 162، انا اخترت 100 ملي جرام. الان السيمفاستاتين تتذكروا انه حكينا بالاكيوت كورونري سيندروم، برجع باكد عليها هاي النقطه كثير مهمه، انه اكيوت كورونري سيندروم او اسكيميك هارت ديزيز على طول حط في بالك انه البيشنت لازم يمشي على هاي انتنسيتي ستاتين ثيرابي اللي هي اما اتورفاستاتين او روزوفاستاتين، بس اتورفا 40 وروزوفا 20، كمان هاي الدوز حفظ اللي هي 40 لاتورفا 40 ل 80 طبعا او روزوفا 20 40. السنت جونز طبعا هي عبارة عن complementary بيعتبروها، أو خلينا نحكي من الهيربلز اللي بتكون يعني شغلات بديلة ما بنحب إحنا يعني تكون، لأنها لها many drug-drug interactions عادة ما بتكون FDA approved، فهون راح نعمله switching لإما SSRI أو SNRI اللي هم الفيرست line للdepression، ما حدخل فيهم ولا حدخل في doses. هون راح ارجع اركز مره ثانيه اعيد التريتمنت للانجينا بيكتوريس اللي هي نفسها الانجينا ستيبل انجينا بسموها او الانجينا بيكتوريس، باي ذا واي بس هي اللي بتدخل معنا بالامتحان كوني متذكره، اما الفيريانت انجينا او البرنس ميتاز ما بتدخل. By switching to metoprolol succinate 100 mg once daily اللي هي اليوجوال دوز we expect that patient will be more controlled انجينا. ليه طبعا؟ لانه حكيت لكم انه كان ماشي على سب ثيرابيوتيك دوز من
الكارفيديولول، فأنا حولته ميتوبرولول بس بدوز كويسة، فبتوقع إنه يصير له كنترول. بالإضافة لأنه البيشنت إيش وقفنا السيليكوكسيب، أوكي، اللي كان عامل له بزيد ممكن من الأنجينا أكيرنس. بات إف ستيل، إذا ظل البيشنت يشكي إنه البيشنت عم بزيد برضه، يعني لسه عدد الحبات النيتروغليسرين استخدمها سبلينجوال برضه مرتفعة، راح نفكر ساعتها بالسكند تشويس إنه إحنا نزيد الدوزز للأنتي أنجينالز. هلا هو ماشي على الدلتياز بإكستندد ريليز 240، معنا كمان ممكن نرفعها ل 320، هاي سكند تشويس. او ممكن كمان خيار ثاني increase the dose للاي اس ام ان، طبعا مش كلهم مع بعض، واحد منهم بعمل ستيب باي ستيب. increase the dose للايزوربايد مونونايتريت اكستندد ريليز للماكسيمم اللي هي 240. ام نوت شور هو كم ماشي، هلا يعني شوفوا انتم بالكيس. المهم ممكن انا ازيدها لل 240، هاي كمان سكند اوبشن. او ممكن واحد تاني يحكي لي طب بزيد بصير اضيف الميتوبرولول ساكسينات ارفعها ل 200، برضه بصير الماكسيمم 400. فاما بتشتغل السكند ستيب على الميتوبرولول دوز ترفعها، او دلتيازن دوز، او النايتريت دوز. طبعا حطيت لكم بالاحمر اخر شيء انه اليوجوال دوز، هاي حكيتها من شوي انه كان واضح انه البيشنت سب ثيرابيوتيك دوز للكارفيديولول. طبعا اخر نقطه لازم نزيد للبيس patient AC inhibitor زي الليزينوبريل أو إنالابريل أو كابتوبريل whatever، لأنه patient post MI، وإحنا متذكرين أنه patients MI لازم يمشوا على AC inhibitors كجزء أساسي من الثيرابي. وهاي هيك بالنسبة للكيس. هيك بتخيل كل المادة أصبحت يعني الكيسز محلولين. نزلت ريكورد سابق بتمنى الكل يرد يشوفه. يعني طلابي بيسألوني كتير إيش المراجع اللي نعتمدها إيش كذا. هلأ بالنسبة للكيسز، حلول الكيسز من اللي أنا حكيتهم بكل سلايد بالريكورد الماضي، كنت أحكي لكم السايد إفكتس دائما مهمة بكل شابتر، يعني توقعوا كتير أسئلة تيجي على سايد إفكتس. هلأ الامتحان عبارة عن 40 سؤال على كل كيس في 4 أسئلة، يعني قصدي على كل تشابتر في 4 أسئلة، أوكي؟ ممكن يكون treatment، ممكن يكون side effect matching مثلاً، ممكن يكون modification بشكل هيك يعني. هلأ بالنسبة للوكيميا بيسألوني برضو الريسك، تصنيف الريسك. هلأ اللوكيميا بالذات هو الوحيد اللي من بين جميع، خلينا نحكي الكيسز، بدي تركزولي على الفيزز. شو هم الفيزز؟ 4: induction remission أو sorry remission induction، الconsolidation، maintenance، وC and prophylaxis. ركزولي شو هدول الفيزز الأدوية اللي بتنعطى فيهم، أوكي؟ يعني إيش أسماء الأدوية اللي بتنعطى بكل فيز، أوكي؟ هاي واحد. اثنين، دوزز طبعا مش مطلوبة. اثنين، الشغلة الثانية بطلبها باللوكيميا اللي هي side effects، مش طالبة أشياء كتير يعني، بس روح على كل فيز شوف إيش الأدوية اللي بتنعطى بكل فيز زائد side effects للميديكيشنز، يعني أبسط من هيك للوكيميا ما في، أوكي؟ بس، ويعطيكم العافية وgood luck.